البداية احنا بنبتدي الموسم من شهر 5 تقريبا. لعبة الجمباز لعبة شاقة جدا على اللعيبة. التمرين بيستغرق حوالي 4 ساعات ل5 ساعات في اليوم، 6 مرات في الأسبوع، وفي الأيام اللي هو أيام الصيف بيبقى فيه تمرين صبح وبعد الظهر. تمام، بنستعد للبطولات المنطقة والجمهورية، بس لسه دلوقتي لسه ما بانش أي حاجة بالنسبة لبطولات القاهرة والجمهورية، علشان لسه في انتخابات وكده في الاتحادات، فلسه ما بانش أي مواعيد جديدة للبطولة. بس احنا بنستعد للبطولة من بدري، لأن احنا بنبقى عارفين برضو ان البطولات بتبقى في الفترة ما بين شهر 11 او 12 بطولات المنطقة. لعبة الجمباز لازم اللعيب الاول يحبها، علشان هي لعبة شاقة جدا في تمرينها وعدد ساعات كتير جدا، فلازم في البداية ان انت تبقى بتتعامل مع اللعيب نفسيا وهو طفل، انه تحببه في اللعبة. تمام، بتبتدي ان انت تجيب له هدايا حتى في التمرين، تحفزه وتخلي ولي الامر يحفزه في البيت. لازم الطفل وهو صغير يبتدي يحب الحاجه علشان يقدر يدي فيها بعد كده باذن الله. ان شاء الله يعني النتائج باذن الله الموسم ده تبقى كويسه ان شاء الله. بنستعد كويس، وخصوصا بعد الصاله ما اتطورت، لان كان الاول كنا احنا لازم ميعاد تمرين معين في وقت معين لازم تتمرن فيه في الصيف بالذات، لان كان بيبقى الجو حر جدا في الصاله هنا، فما كانش في وقت ان انت تقدر تتمرن غير بالليل، ساعه متاخره بالليل يعني. تمام، فدلوقتي لا، انت بتقدر تيجي في اي وقت تتمرن التمرينه بتاعتك في اي وقت، ما فيش اي مشكله. وان شاء الله باذن الله الموسم ده يبقى احسن من الموسم اللي فات ان شاء الله. والله طموحاتنا ان احنا نحقق اول جمهوريه ان شاء الله، يعني باذن الله. احنا بنستعد دايما البطوله المفضله، البطوله الجمهوريه، البطوله الاعلى في الجمباز في مصر، بطوله الجمهوريه. تمام، يعني بطوله القاهره بتبقى يعني بطوله استعداديه، بس انت بتستعد ليها، بتخلي اللعيبه تجرب الاجهزه، تجرب الحركات الجديده. تمام، انما في بطوله الجمهوريه لازم انت تبقى داخل مركز ان انت تاخد مركز اول ان شاء الله. احمد محمد فاروق، انا عمري 12 سنه وبلعب جمباز في النادي الاهلي، واتمنى اما اكبر اخش منتخب مصر. اسمي يحيى فاروق، عندي 12 سنه من بلعب جمباز في النادي الاهلي، ونفسي لما اكبر اخش المنتخب. اسمي كريم حاتم، عندي 12 سنه، اتمنى ان فرقتي انا وفرقتي نجيب اول في بطوله الجمهوريه وبطوله القاهره. تعرف اسمك؟ محمد عمرو. بتلعب ايه؟ جمباز. اتمنى ايه مع النادي الاهلي؟ اطلع في المنتخب واطلع الاول. محمود كمال. بتلعب ايه؟ جمباز. اتمنى ايه مع النادي الاهلي؟ لما اكبر في المنتخب وابقى بطل. حسام ايهاب. بتلعب ايه؟ جمباز. بتتمنى ايه مع النادي الاهلي؟ اتمنى ان اكون بطل في المنتخب، وانا قبل كده جبت اول جمهوريه في الحلق، ده كله بفضل الكابتن بتاعي. وانا نفسي انا وفرقتي نطلع في المنتخب، والكابتن بتاعنا يفضل معانا، عشان هو ده الكابتن اللي عملنا من واحنا كنا صغيرين، هو اللي دربنا لغايه ما كبرنا وبقينا ابطال.